نادية بنت حلال تعالي. أنا كنت طالعة لك بصينية الأكل، يلا تعالي كلي معايا، أنا ما دقتش الأكل من الصبح. إيه يا بت؟ ترديش عليا ليه؟ بقيت أنت وجبرية حبايب؟ آه طبعًا، أمال إيه؟ ما هي جبرية تبقى أم جواز بناتك. نادية ألا قولي لي يا عمتي، اللي جاي في حياتي انت شايفاه كيف؟ اصلا ما شايفاش غير سواد. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديكي يا حبيبتي. في ربنا قادر ينور الدنيا دي كلها في ثانيه واحده، بس انت قولي يا رب. ما انا بقول الحمد لله، بس انا يا عمتي عاوزاكي تاخدي جبريه وتروحوا تقعدوا في بيت مروان، خليكوا في ريح بعض، مالكوش الا بعضيكوا. بقولك ايه يا نادية، ايه رأيك يا حبيبتي لو شلتي جبرية من دماغك؟ بلاش، شيلي البيت الكبير كله من حياتك. هو انا في حياتي غير البيت الكبير؟ وبعدين تنسيتي ان جبرية تبقى ضرتي؟ الله يرحمه محرم، عملها وخلع. انت عايزة ايه بالظبط يا نادية؟ عايزة اعيش لنفسي. ازاي يعني عايزة تعيش لنفسك؟ فهميني. انت ناسية ان انا ليا ورث من محرم، ومن حقي ان انا اتصرف في ورث ابوي. ايوه يا بنتي، معلش انا بقيت غبية شوية. وضحي كلامك وقولي لي في دماغك ايه، بترسمي على ايه. ما هقولكيش، اخاف ما اضمنكيش انت تبقي صاحبة جبرية عدوتي. اقولك كلي يا عمتي، كلي لا توجعي من طولك. انت مش بتقولي ما اكلتيش حاجه من الصبح؟ لا يخرب بيت ام الجنان، خد يا بنت هنا تعالي كلميني. انت يا بنت يا ناديه، بنا يهديك يا رب. رجعتي تاني؟ استني يا مجنونه انا جايه. يا بيت استنى يا بيت. سينات مالك؟ وايه اللي مبهدلك وعمل فيكي كده؟ اللي انتجم منها ربنا ريم، وانا جايالك تحميني. تحميني منها، ماليش غيرك اتحامى فيه. انا؟ لا يا اختي. ايه شايفاني ماشيه بدبح في الناس؟ ماليش دعوه. لازم تحميني يا ست كريمه، أنا ماليش حد أتحمى فيه غيرك. لا يا حبيبتي، أنت تروحي لها وتشوفي أنت هببتي معاها إيه عشان تبهدل فيكي كده وتاخدي طارق منها، ماليش دعوة أنا. هي بجتك ده؟ أه بجتك ده. اسمعي بقى يا ست كريمة، سرك عندي، ولو اتعرف البلد كلها هتتقلب على دماغك. حسن يا خون الجنينة، اتجلع يا حسن. الله 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 الله. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. لسه نايم حالا. ما تقولي ايه اللي مفرحك؟ انا جعان، عايز اكل الاول، جعان موت. لا مش هتاكل اي لقمة الا لما تقولي ايه اللي مفرحك. خدت حسن في حضني يا زينب. بجد يا مروان؟ انا اول ما عملتك دي ردت فيا الروح، وقال لي ان انا سنده وظهره، انه ما كانش بينام عشان ما كانش متطمن الا هو معاي. وعينيه كانت بتقول ان انا اغلى عنده من نفسه. طبعا، وايه الغريب في كده؟ يعني ايه مش فاهم؟ يا رب يا رب، انا بحب راجل وهو مش فاهمني. يا زينب قولي اللي في دماغك على طول. هقول لك يا حبيب عيني، حسن بيحبك قوي يا مروان، وانت قلب حسن. يمكن بيزعل منك، يمكن الطيار بياخده، يمكن يتوه، بس هيلف يلف ويرجع لمروان. حسن راجل ومش غدار. طب اقول لك على حاجه عشان تعرف ان حسن راجل. حسن واقف قدام الدنيا دي كلها وقدامك عشان امه. اللي عملته يا زينب كان غصب عني. اصبر بس يا مروان وافهم الكلام.
أنا عارفة إن أنت سيد الرجالة وبتعرف توزن الكلمة صح، وعارفة برضو إن أنت سمعته ما كانش سهل، واللي أنت عملته كان غصب عنك، بس برضو حسن واقف قدام الناس دي كلها عشان اللي عملته أمك برضو ما كانش سهل، كان صعب، اتحداك أنت واتحدى العالم كله، وقال أمي اللي يعمل كده يا مروان يبقى راجل وما يتخافش منه. كلامك حلو بس الميزان مايل وانت عاوزه تعدليه. مش مشكله لما الميزان يميل عشان نجربه من بعضينا. انت عايزه تبرري اللي انا عملته مع حسن عشان اقول ان انا غلطان في كل حاجه وان انا ظلمت حسن. كمان عايزه تحلي صورته باي طريقه، وخايفه السد اللي بيني وبينه يكبر. وانا هقول لك امين، هقول لك كمان اكتر من كده، انا بحمد ربنا ان انت معايا وان انت مرتي واللي تحلي دنيتي واللي تخليني اقرب من اخوي واخده في حضني، تبقى ست الستات وتتشال فوق الراس. عارفه يا زينب، انا اول مره اكون مرتاح، وكمان اول مره احس بالامان مع حد. تقصد مين بالكلام ده؟ هقول يا زينب، أقصدك أنت طبعا. طيب إيه رأيك تسمع حاجة حلوة؟ يا ريت يا زينب يا ريت. أغنية من القديم مثلا؟ وماله؟ خلاص أنا هسمعك مدام تحب بتنكر لي. سوما، يا سلام يا ست سوما، سنين وعمر. احتجتي الله يعال، حطيتي مروان تحت باطك يا زينب. ماشي يا بنت كريمه ماشي. كويس انك هنا، انا عاوزاكي في موضوع مهم قوي، حاجه خصوصي. خصوصي بينا ليه؟ مش يا بنت غوري، انا ناقصاكي. اسمعي بس، محرم ساب كتير وريم سايقة الهبل، ما هتقول لي كيش تعالي يا جبرية خدي حقك، ولا هتقول لي تعالي يا نادية خدي ورثك من محرم. بالك يا ست نادية هانم، مروان لو شافك والله لا يدفنك بالحياة. هو عامل خاطر لزينب ليه يعني؟ عشان ايه ده كله؟ عشان الطار اللي بينا. والله يا جبرية انا ما بجيتش فاهمة حاجة في العيلة دي، وكل ما افكر عقلي يشت. وبعدين بقول يعني تحطيتي يدك في يد كريمة، ما هتحطيش يدك في يد نادية الطيبة الغلبانة؟ بتبصيلك ده ليه؟ قومي مري. قومي. استني بس هقولك. قومي يا بنت. اسمعيني. افتح الباب، افتح الباب. طيب غوري غوري. لا هتولعي ولا اقولك رمادي زروه.